السلام عليكم البنات، كيداير لاباس عليكم البنات؟ اليوم بغيت نشارككم معايا كيفاش كيتعمروا هادو وحاجه وثمنها. حنا دابا عند ميمون مول العقيق كيبيع لوازم الخياطه، اللي ما كيعرفش ميمون انا غنوريكم الفيديو، نوريكم المحل ديال من السميه عند من، وفي التليفون في كلشي. المهم بالنسبه هذه خاويه كيدير لها 30 درهم، ها هي 30 درهم. ومين كتعمر ها هي كنعمروها، مي كنعمروها ها كيفاش كتولي، يعني كاين الفرق، يعني كتحسب تعمر على حسب الالوان اللي عندك انت في الثوب. ها هي معمره على حسب، دابا هادي كدير الورده ب 4 دراهم، هادو كيديروا 2 دراهم، جوج ب 3 دورو، هادي 4 دراهم خلاص. المهم كتربي الحساب وكتشوفي شحال كيتقام عليك، والالوان كيلعب على حسب الذوق ديالك نتيا. المهم كاينه هذه، انا قلت لك هذا كيدير لهم 30 درهم، ها هي خاويه والتعمار بغيتي تعمري ما بغيتيش. هذا 25 درهم، هذه عاوتاني شوف الشكل ديال هذه 25 درهم هكا خاويه، ومي كتعمر شوفوا الاشكال كيفاش كتولي، يعني كل حاجه كتولي. واحده صغيره دايره 20 درهم صغيره، هذه شوفوا الفرق بين هذه وهذه، ها الفرق، ها هي خاويه. وشوفوا المهم داير لنا الالوان، انت كاين هذا في السومو على حسب البيسه اللي عندك، كاين عاود بنوماري في السومو، راه حتى هو في الحجيرات وفي ليزيستراس، يعني كل حاجه ثمنها. كاين عاود ثاني في الموف، وكاين هذا الذهبي وفي الكرونه. المهم اشكال كاينين الحمد لله، الخير موجود. هاني ما بغاش يعمر، هادي عاوتاني في البنومار شتو. وكاينه وحده قال لي ها هي 20 درهم، يا كميمون صغيره، هادي كدير 20 درهم، هاد الوريده صغيره. وهو كيعمو الحاجه الخدمه اللي بغيتي والالوان والحاجه اللي بغيتي، والتعمار كيتعمر ب 10 دراهم، تيعمر لك 10 دراهم شنو ما بغيتي ب 10 دراهم. دابا هادي دابا عمرها هو ب 10 دراهم، يعني كاين كيدفع البنات ماشي هو اللي كيعمر، كيدفع البنات ب 10 دراهم كتعمر لك. وزعما بصراحه راه زعما تتقام عليك زويونه وكتعطي واحد المنظر اخر، يعني ماشي ضروري كارت الفيل ولا طرز باليد، يعني كتغيري انت كديري تغيير. المهم هذا هو الشكل ديالو كما قلت لكم في الكرونه، عاوتاني يمكن لك ديري عاوتاني شي الوان اخرين. المهم هو دابا عنده يلاه واجد الكرون، حيت راه تباع والاخرين مشاو، بقات غير هاد الكرونة على حسب الكليانة شنو كتبغي. المهم هذا هو الشكل ديالو، هادي هي ديال هادي 2000 فرانك 40 درهم 20 درهم. وحتى هي كتعمري داكشي اللي بغيتي، يمكن لك تعمري حتى الموزون ماشي ضروري الوردات، حتى الموزون يتعمرو ماشي زعما الاشكال، غير اللي ما بغاش البنات. انا خرجت لبرا، ها هو المحل ديال ميمون، انا عند ميمون شتي، هذا هو المحل، انايا في السبيطار المتوسط في البنينصر، يجي معها الطوله ها هو هذا مع الهوده ديال الجامع. المحل ديال البيت ديال الاخ اللي كيبيع داكشي ديال الخياطه، المهم هذا هو ميمون، بايع اللوازم الخياطه عند ميمون. هذا التليفون اللي بغى شي حاجه، يعني اي حاجه بغيتوها راه معروف ما المحل ديالو، راه تعرفوه انفس السبيطار مستوصف ها هو. وبالنسبه هو راه كاين حداه واحد تيدير الرقيه، قريب اللي كيدير الرقيه، ومشجد ديال عبد المنور راه هو.